رجعنا لكم تاني بعد الفاصل الاعلاني، وبدانا بالفقره الثانيه معانا استاذ ماركو. اهلا بيك استاذ ماركو، صاحب بيوتي سنتر ماي ماركو. اهلا بيك، نورتنا يا ماركو. ميرسي جدا. منين بقى النهارده؟ جاي منين؟ جاي من الفيوم. الفيوم يعني ابن بلدي يا جماعه، يعني ابن بلدي. اهلا بيك، نورتنا جدا. صاحب بيوتي صالون ماي ماركو. بيوتي صالون ماي ماركو. نرجع بس ايه للشيف بقى. ايوه، عشان شفنا حاجات حلوه كده بدات تظهر لنا بقى دلوقتي. بوريك بالجبنه تمام، وعملنا قرص عجوه وقرص ملبن، وعملنا مولتو بالعجوه الاطفال برضو، ومولتو بالعجوه عملنا كذا حاجه. وفي كمان منهات طالعه دلوقتي تمام، ماشي شغال فيها حاليا. ايه دي؟ اسمها منهات اللي هي الصوابع. تمام، الصوابع منهات. شفنا طبعا يعني كل بيت بيحب شغل المخبوزات وخصوصا اللي هي المنيهات. المنيهات طريقتها زي البيت. جميله جدا، شغل زمان بقى، شغل زمان طبعا. الواحد اصلا يشم ريحه المخبوزات من هنا ويبقى خلاص عايز يلا. احلى حاجه بتاع زمان ده. طب احنا ممكن احنا شفنا دي كده، ممكن تحطها في الفرن بقى ولا في مكان ولا ما فيش؟ بس لسه ما فيش مكان دلوقتي. طيب خلاص نطلع ونشتغل. طب قبل ما الشيف يحضر لنا وهو شغال. طيب. بيحضر معانا زي ما الناس شايفه. طبعا الحشوه بقى على حسب كل واحد عايز يحشي العجينه سهله معانا. سهله جدا، هي زي ما حضرتك انا عاملها بطريقه سهله جدا خالص، يعني ما فيهاش اي صعوبه. هي بالنسبه للبيت يعني هتجيب الحته كده قطعيه هتفرد قطعه الملبن طبعا حسب ما عايزين، حشو كتير خفيف كده هنعمل مثلا كده اهو، وهنحط حته قطعه الملبن تمام. هنقفل اسمها اللحمات. ايوه، وانا برمها كده برمه وشكرا. تمام، وبعد كده هنبططها كده هنفردها تمام، وهنقطع بالعجله كده. دي شغل من هات البيت دي البيت حلوه جدا. تمام، اللي عايز بقى يضيف عليها سمسم، عايز يضيف عليها حاجه بالظبط كده، في ساده وفي سمسم بالظبط. صح كده تمام تمام. تسلم ايدك يا شيف، الله ينور. قبل ما تبدا تخلص لنا يا شيف، نبدا بقى ايه مع ماركو. ماركو صاحب بيوتي صالون ماركو. ونبدا على طول يا ماركو، ونقول احنا في 2020 ففي صيحات في الميك اب، في صيحات في الشعر، في صيحات في كل شيء، حاجات جديده بتيجي. فايه اخر اللي بيطلبوه العرايس بقى اللي بيجي لك علشان ايه 2020 والميك اب والشغل العرايس؟ العرايس كلها اذواق، بتختار ذوق العروسه مع الميك اب. الميك اب يعني انت بتعرف تفنش الشعر مع الميك اب، بس الاذواق كتير، الريترو الواسع المفروض الطويل، الفورم الملمومه الجميله اللي احنا بنحبها وكل الستات بتحبها. انت اللي بتشوف العروسه وتبدا تقول لها على على اللوك ايه، ولا هي اللي بتيجي بتختار اللوك اللي هي عايزاه؟ يعني احنا بنساعد بعض على حسب اللوك اللي احنا بنعمله، على حسب الفستان، على حسب الميك اب، على حسب الفورمه، كله بنمشي مع بعضه. طبعا دي اذواق مع الاكسسوار التاج، كل ده بيفرق معنا جدا. يعني ذوقها مع ذوقي بنقدر نسيستم على حسب كل حاجه بالظبط كده. وانت كمان فبتقتنع بتقنعها يعني، او هي بتقنعك على حسب ما هي محتاجه يعني. بالظبط كده، هي اكيد بتقنعها ماشي. هي اكيد طبعا يعني. طيب احنا عايزين نعرف بقى، هي مده الوان الشعر في 2020؟ جراهات والله. البني شوكليت مميز جدا بالنسبه للستات وبتحبه جدا. طبعا انا سالت عبده بقى ايه هو اللون الجراهات والشوكليت، ولا يعرف اي حاجه في اي حاجه. فكمل لنا يا ماركو. كمل لنا يا ماركو. البنيات الفاتحه مطلوبه جدا الفتره دي، الجراهات مطلوبه جدا جدا في الشعر فاشون، بتبين حاجات كتير في الفورم. يعني خلينا نقول الالوان اللي هي الهاديه وفي نفس الوقت برضو مش فاتحه قوي زي زمان كان اللون الذهبي ولون مش عارفه ايه. لا خلاص بقى حاجات زرحت عليها خلاص. بالظبط كده. فدلوقتي الحاجات اللي موجوده البنيات الشوكليت الفاتحه الغامقه اللي هي الحاجات اللي انا شفت لون غريب تقريبا، لون فوشيا 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 والله ما بهزر. هو صح اهو، انا شفت والله. الالوان دي نازله صيحات حلوه جدا، اخبارات الضربه جدا. الحاجات دي نازله يعني، دي عايزه تخض جوزها اول ما تروح يعني على طول. انت مالكش انت في الموضه، فاسال سؤالك يا عبده وما تشغلش بالك انت بالموضه اساسا. خلينا احنا في الحاجات دي. من ضمن طبعا الشغل اللي بيشتغله ماركو تركيبات الشعر، وعشان تركيبات الشعر بقت كتيره وبقت حاجاتها اكتر، فعايزين نعرف ايه انواع تركيبات الشعر. عندنا الاكستنشن العادي كليبسيت، عندنا الترندايت، عندنا الدبل فيس. كل حاجه ليها حاجه، وكل يعني الدبل فيس مثلا من الحاجات المميزه اللي الناس بتحبها دلوقتي جدا، لانها بتبقى دايما مع الشعر وبتقعد فترات طويله، بتقعد 5 6 شهور موجوده في الشعر. يعني دي بتبقى دايما ما بتتشالش. لا لا بتتشال وبيتعمل عليها ريفيو كذا مره يعني. دايما في وقت طويل، في وقت طويل لمده 6 7 شهور، وتقعد يعني كل شهر في ريفيو بنعمله، لازم تيجي تنورنا في البيوتي صالون نعمل لها كذا ريفيو.
ونتاكد من كل حاجه، يعني نتاكد من صحه الدبل فيس والخامات اللي لازم تكون كويسه جدا. دي بتعتبر على صاحب البيوتي سالون طبعا هو اللي بيقدر ينفذ ده جدا يعني. طب ماركو، عايز نعرف بقى لما تيجي لك عروس عايزه تحجز معاك، ايه هي المده المناسبه قبل الحجز للعروسه؟ هي المده المناسبه، يعني المده المناسبه شهر، ان انت بيبقى ليك تارجت معين في عدد العرايس، فلازم طبعا العروسه تبقى يعني ليها وقتها، تاخد وقتها يعني، تاخد مكانها في البيوت صالون. ياما بندخل بيوت صالون كتير في زحمه ومفيش نظام وحاجات كتير زي كده، بس لا احنا بنقبل تارجت معين لكل عروسه ليها وقتها، لكل عروسه ليها سيستم في نظام معين. في سيستم طبعا لازم يكون في نظام وفي سيستم، ده بيفرق جدا مع العروسه، بيفرق مع الراحه النفسيه أكيد بتاعتها. اكيد بالظبط، ما هي كراحه نفسيه، ومعاكم انت كمان كوقت معاكم وتقدروا معاك انت كمان، ده انت بتقدر ان انت تشتغل يعني بطريقه كويسه، وبتقدر تشتغل معاك وقت طويل لان في السيشن غطى علينا كتير جدا. السيشن بقى تطلع الساعه 12 وواحده، الموضوع اتغير عن زمان جدا جدا. بقى في فرق. احنا هنحضر برضو مجموعه من الصور هتتعرض معانا عن البيوتي سنتر وعن شغله، هنبدا نعلق عليها مع بعض. بس قبل ما الصور تجهز وتبقى معانا، الصور جاهزه ايه؟ جاهزه. طب جاهزه الصور معانا دلوقتي، تصحيح شعر ممكن تعلق لنا بقى؟ ده ايه؟ كانت طالعه من البيوتي صالون عندي، معايا كريستين مفرح ميك اب ارتست، حد شاطر جدا جدا. هي كانت مطلعها معايا، تمام. هي اللي عامله لها الميك اب وانا اللي عامل لها الفورمه، تمام. يعني كانت عروسه جميله جدا زي القمر، ونورتني في البيوتي صالون طبعا. احنا معانا صور كتيره لسه هنعرضها برضه لحضراتكم. في كذا صوره معانا، تمام. ده ايه برضو؟ ده ده شغلك انت ماركو. ماركو ده الشغل. لا ده ماركو عالمي على فكره. عبد انت مش عارف ولا اي حاجه. قصه الشعر ما شاء الله حلو قوي، فورما دي فورما كانت طالعه من القوات المسلحه من عندنا. حلو جدا. دي فورما العرايس بقى، دي فورما العرايس. بيحب الملموم ولا السايب؟ بص على حسب الستايلات، في الخطوبه في الفرح بتفرق في الستايلات، وبتفرق في المناسبه نفسها، بتفرق في يعني. انت تطورت يا عود وعرفت ايه السايب وايه المفضل يعني. انا مبسوطه يعني منك والله، يعني انت تطورت على فكره معانا هنا في فقرات الميك اب يعني. لا ودلوقتي كمان دي تيجان. بص ماركو بيحاول، بس فاهم اللي هو ايه، ما بين اللي بيبص على نفسه بيعمل ايه تركيز رهيب يعني. تركيز رهيب. تسلم ايدك والله يا ماركو يعني. تسلم ايدك، تسلم ايدك. طب واحنا الصور بقى احنا عارضينها كده، عايزين نعرف منك بقى ايه هي خطوات العنايه بالشعر قبل الميك اب. خطوات العنايه بالشعر، حمامات كريم مهمه جدا جدا للشعر، بتفيدني كتير جدا في الفورم اللي انا بعملها. يعني بتدي ليونه للشعر، بتدي لمعه كويسه جدا جدا جدا. بكولاجين بروتين طبعا، ليه خصائصه كتير جدا جدا، وليه يعني ليه مميزات كتير قوي في الشعر. احنا لازم نهتم ببشرتنا قبل الميك اب طبعا. لازم. طبعا اكيد هلاقي نتيجه افضل طبعا. طبعا لان انا العروسه مثلا بتيجي عندي قبلها بثلاث ايام، بنعمل جلسات. احنا انا كان معانا، معلش يا ماركو، معانا البيج بتاعتك عشان انا حابه اتواصل معاك عن طريق البيج. دي البيج بتاعت ماركو، تمام. ماركو داي البيوتي سنتر بتاع الصالون، ده البيج بتنزل عليها الشغل كله، بنزل عليها الشغل، الصبغات، القصات كلها بتاعت بيت كل الصالون، يعني. شغل لايف موجود عليها، كل شغل في المحل بينزل عليها كله. تمام. ماركو بقى نرجع لك كده، وعايزين نعرف منك في صحيحة كبيرة جدا طبعا لإقبال كبير من السيدات والبنات كلهم على البروتين، فايه سبب إقبال كل الناس على البروتين؟ بروتين بروتين. بص احنا بنقول بروتين نمبر 1. البروتين يعني مغذي جدا للشعر، لمعته حلوه جدا للشعر، بتدي 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 كثافه معينه للشعر حلوه جدا. وبالنسبه للناس اللي شعرها مجعد حبه، فالناس اللي خروجاتها كتير، باب التغيير كمان، باب التغيير وخروجاتها كتير، فمالهاش ان هي تروح في الكوافير كتير كذا مره ورا بعض في الاسبوع، فبتضطر ان هي تعمل بروتين، بيفضل معاها حلو جدا وناعم جدا ولمعانه يعني اكنها عامله استشوار وفير. ايوه بس خليك يا ماركو، هي تفرق طبعا لما تكون عند بيوتي صالون ماركو غير عند اي حد تاني يعني، فاكيد هتلاقي الشعر ناعم وبيلمع وطبعا يعني افضل نتيجه عندك في بيوتي صالون بتاعك. ميرسي جدا، ميرسي جدا. طيب احنا عايزين نعرف بقى البنات اللي هم بيعملوا البروتين برضو، ازاي يبقى في اعتناء بشعرهم بعد البروتين؟ الاعتناء بشعر بعد البروتين، هي عندي في بيوتي صالون بديها جلسه معينه من حمام كريم، شامبو، سيرم، لازم يعني كل اسبوع غسله منه،
ده بيفرق معاها جدا 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 في البروتين لان البروتين يعني بيقعد خلال من 4 شهور ل7 شهور ف يعني لازم يكون في لازم نخلي بالنا منه لازم تخلي بالها من الجدد لمعته الشامبو والحمام الكريم والسيرم يعني حاجات مهمه جدا لان ليها حاجات معينه يعني مواد معينه شامبو مش اي شامبو بنجيبه زي البانتين زي الحاجات دي لا ده ليها شامبو معين جدا بالارجان وبالزيوت الحيه ده كمان علشان اقدر احافظ على النعومه وعلى اللمعه بتاعت البروتين اللي انا عملته النعومه واللمعه لازم عشان يفضل معايا افضل وقت افضل لو وقت وطريقه كمان كويسه اكتر من جلسات بيقولك فيفضل معايا انت بتتابع معاهم بجلسات معينه كل مده علشان يفضل الدنيا مكمله معاهم وده برضو يخلينا الناس عايزه تعرف من ماركو بقى حته كده ايه فنيه شويه او حته عايزين الستات اللي عايزه تطول شعرها او الشعر الطويل وكله بقى بيميل لشعر الطويل فهل في وصفات لتطويل الشعر او في حاجه في البيت تقدر تعملوها؟ ايوه الله يخليك يا ماركو مراسلات القص مع حد محترف دي مهمه جدا 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 من يعني من اهم حاجه لتطويل الشعر جلسات حمام كريم بالكولاجين دي مهمه جدا 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 يعني دي يعني احنا شعرنا ركزوا يا بنات ركزوا يا بنات في المعلومات المهمه دي احنا شعرنا يعني بروتين اتش في جسمنا بيطول من كل فتره مثلا في الشهر مثلا سنتي سنتي ونص ده بيفرق معانا جدا 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 في المقص بتاعنا لازم يكون حد محترف جدا يعني لازم نقص عند حد محترف احنا عارفين يعني مواصفات الحد ده جدا المقص بيفرق قص يعني المقص نفسه قص الشعر جدا بتفرق في تطويل الشعر او ان هي حمام الكريم الشامبو بيفرق جدا 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 يعني استعمال القص ده حاجه مش بتاثر بتساعد ان هو ايه يطول خالص بطريقه معينه خالص 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 بس في ناس تقعد سنه وسنتين ما تقص شعرها وتيجي تقص حته كبيره جدا تقول لك شعري قصير جدا ما هو ده يعني احنا لازم كل شهر من شهر 3 شهور نقص مره واحده الاطراف حتى يعني اطراف حتى يعني لو 2 سنتي 3 سنتي هيفرق معانا جدا جدا بيفرق والله يا ماركو بيفرق والله مشكله 2 سنتي دول بيطولوا بصعوبه يا ماركو لا ما هو بصعوبه بس احنا ما بنحسش بده يعني احنا وشعرنا بيطول احنا ما بنحسش بده بس انت تارجت معين احنا كل شهر سنتي لسنتي ونص احنا شعرنا بيطول احنا ما بنحسش بده لكن محدش بيحس بصراحه معلومات مهمه جدا منك يا ماركو حد محترف وزيك يعني فميرسي جدا ليك عايزين نرجع يا شيما اللي شفنا بدات الريحه تطلع بقى عايزين الاخبار فايه الاخبار يا شفنا عملنا ايه؟ ان شاء الله انا كده عملت منهات وعملت قرص عجوه عملت تمام منهات ملبن ما شاء الله تمام وعملت بوريك وفاضل حاجه اسمها خد جميل اللي هي طويله دي خد الجميل صوابع خد الجميل يعني لا قول لي كده تاني يا شيف عملت ايه وايه عرفني كده عرفني ده ايه وده عندك عملت حضرتك البوريك بالجبنه تمام بالجبنه وعملت قرص عجوه البوريك بالجبنه لسه معانا هيطلع دلوقتي تمام وفي قرص شامم الريحه يا عبدو الريحه زارت لسه الطعم بقى ان شاء الله ان شاء الله قول بقى وايه تاني وفي عندك حضرتك القرص ملبن منهات ملبن تمام وفي صوابع خد الجميل تمام دي منها طبعا ممكن سمسم ممكن ساده وممكن تتلمع برضو ايه تمام وعايز اشوف ايه اوكي عشان بس المخرجنا بس يجيب الحاجه اللي انت عملتها حاجه وريها كده دي كده الايه الاشكال بالملبن بقى وبالعجوه وبالجبنه عملنا ايه كذا حاجه بكذا كدا. حشوه بنفس العجينه في مثلا عندك منهات ملبن قرص عجوه تمام قرص عجوه قرص ملبن وفي بوريك بالجبنه وفي منهات ملبن منهات عجوه وفي حاجه صوابع برده اسمها خد الجميل لا العجينه دي احنا عايزين نقولها تاني لسادة المشاهدين علشان هم هيقدروا كده يشكلوها كده حاجه هتعجبهم قوي اللي حلو جدا بصراحه بتتشكل حوالي بتاع 50 صنف ما شاء الله لا جميله جدا العجينه بتتشكل كذا حاجه وكذا حشوه نقدر نحطها خلاص يا شيف اتفضل حطها قدامنا تمام المقادير بقى نقولها تاني المقادير العجينه تاني عشان الناس تبقى ايه ولا واحده واحده تمام هنجيب كيلو دقيق طبعا في دقيق بتاع الفينو ده ما ينفعش انت السمنه هيبوظها ده عايز دقيق هندور معين. هندور على دقيق اسمه ابن الخطاب يا اما الجمل يا اما ابن النصر تمام الثلاث انواع اللي هم بتوع النواعم تمام هنجيب الكيلو دقيق هنحط نص كيلو سمنه نص كيلو سمنه و100 جرام سكر 100 جرام سكر و10 جرام خميره و10 جرام خميره هنبدا الاول السمنه على الدقيق هنبسهم بعد ما نبس السمنه مع الدقيق بس بتنعم في ايدينا هنحط هندوب الميه مع الخميره ونحطها مع السكر ونحطها على العجينه نعجن العجينه انت بس نخليها لين اهم حاجه تبقى طريه تبقى طريه في لان لو جامده هتفلق عشان نقدر نشكلها كمان كويس ونقدر نشكلها بالظبط كلامك مظبوط يا سيدي بتخمر قد ايه؟ لا هي الحمد لله ما بتاخدش يعني 10 جرام خميره بتاخد
يعني مجرد ما يخلص شغلك بتخش على طول، ما بتاخدش وقت على طول يعني. حلوه جدا دي، جميله جدا وحلوه لست البيت يعني، سريعه مش وقت اساسا يا عبد. حلوه جدا، لو حابب تعمل مولتو الاطفال هتعمل مولتو. تمام لو حابب تعمل مثلا بقى نبدا ايه نشوف معانا علشان نشوفه. بص كده شوف، شوف كده ايه الاخبار، استوى ولا ايه؟ بسم الله. ماركو قول لنا، ليك في المطبخ ولا مالكش في الحاجات المخبوزات دي؟ لا ماليش في المخبوزات. مالكش والله؟ لا لا انا لا في الشعر. لا والله خليك في الشعر والميك اب والبيوتي صالون بتاعك يا ماركو. الصالون كان فيه كل حاجه. عايزين نشكرك يا ماركو ان انت كنت معانا النهارده، نورتنا جدا. ممكن تقول لنا عنوان البيوتي سنتر تاني؟ الفيوم من ميدان المسله. تمام. امام مطعم حسونه. تمام. جنب مرات التاكي. تمام. عرفنا المكان، نقدر نروح ماركو. ان شاء الله يا ماركو تنورنا تاني، نعمل مع بعض حلقات ان شاء الله، نتكلم بقى عن كل حاجه تخص البنت او السيده عموما يعني. ان شاء الله نورتنا يا ماركو. ميرسي جدا، ميرسي وجودك معانا النهارده. طلعنا الفرن عشان نشوف، ممكن نطلعه بقى؟ مش مشكله عشان الوقت. لا مش مشكله، يلا الوقت معانا خلاص، فهنوري للناس شكله بيبقى ازاي. المفروض بيقعد قد ايه مثلا في الفرن بالظبط؟ بيقعد وقت طلعه يا شيف، طلعه زي كده ياخد ربع ساعه. ربع ساعه، ربع ساعه المفروض تبقى معانا بعد ما نقدر نشكل العجينه زي ما احنا شايفينها على مهلك خالص. نبدا نطلعها. تمام. ممكن نحطه فيه، ممكن اوريك المخرجنا. احطها عندك. أيوة. تمام يا شيف، كده المفروض تاخدنا 15 دقيقه. ايه بالظبط؟ 15 دقيقه. 15 دقيقه في الفرن بالظبط كده. على درجه حراره ايه؟ 250 200 بالظبط. 200 ل 15 دقيقه بتكون طالعه بالمنظر ده. عجينه سهله نقدر نعملها كلنا. شكرا ليك، ده بوريك جبنه كده. شكرا يا شيف، نورتنا النهارده، وان شاء الله نكمل مع بعض حلقاتنا ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله يا شيف نورتنا. شيف مؤمن مصري، شكرا ليك. شكرا ليك يا شيف. دي التانية برضو نوريها. وده كده حاجة اسمها مولتو الأطفال برضو. يلا بينا. تمام نشوف. لو مخرجنا بس الجميل كده يوريها لحضراتكم. أيوه. تحفة تحفة. الجميل كده. حلوة جدا. يلا بينا. نشوفها. تمام. تمام يا شيف، كده احنا عملنا كل الأصناف معاك يا شيفنا، شكرا ليك جدا. استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم بيت عبد وشيمة يوم الخميس الجاي. الساعة 5. الساعة 5. مع السلامة.